أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لأزواجك إن كن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعددنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء تقيتنا فلا تخضون بالقول فيعمع الذين في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.